الدرس الخامس مراجعة. السؤال الأول، أقرأ الأعداد الآتية: 4,691,385، 821,657، 463,000,000 و 291,764، 210,659,487، 5,008,401، 360,228. السؤال الثاني، أكتب الأعداد الآتية بالكلمات: 4,400,400,400، ب 52,120,489، جيم 4,253,186,000. السؤال الثالث، اكتب الأعداد الآتية بالرموز في الفراغات: 1,253,984، 62,606,666، 378,171,263. السؤال الرابع، أكتب عددا واحدا: 1 زوجيا يتكون من 7 منازل، 2,534,524، ب رقم الآحاد يساوي رقم آحاد الملايين ويتكون من 10 منازل، 8,703,914,253. السؤال الخامس، أقارن بين كل عددين بوضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي: 931,469 أكبر من 31,263، ب 769,999 أكبر من 750,264، جيم 58,633,841 أكبر من 5,963,284، دال 34,500,612 أكبر من 34,500,216.